هنعمل دلوقتي مربى الفراوله، مطلعه الكيس اهو من الفريزر، والسكر بيبقى ده بقى يعني الفراوله بقى بالذات بديها سنه زياده سكر. يعني لو انا عامله كيلو الفراوله كله انا في العادي بديها نص كيلو، صح؟ في القليل بقى اللي انا بتكلم عليه ده بديها ربع كيلو، اللي انا كاتباه لكم على شاشه لاي حاجه. دي ممكن لو انت الفراوله بتاعتك مش مسكره زوديها كمان شويه، انما انا لا، انا عارفه الفراوله انا شايلها مسكره يبقى هو ربع كيلو بس. وباكو جيلي بقى عشان ده اللي حافظ لي عليها، لو انا سبتها مثلا من اسبوع ل 10 ايام تبقى موجوده، تمام كده؟ هاخد السكر واخليه يغلي على النار شويه، ممكن احط له شويه ميه، مش عايزاه يتكرمل، مش عايزاه يتكرمل، بس معاه مثلا نص كوبايه ميه مثلا، بس كده كفايه. اسوي شويه السكر، اسوي شويه السكر ماشي، واحط له ليمونه. ومعاها القشر. انا بقى هنا ايه، اغلي بس السكر، اخليه اسويه شويه. طيب ايه الحاله اللي انا ممكن اختار ده او ده؟ لو انا هعملها سندوتشات هنضربها، لو انا هسيبها لكيكه لتورته لاي حاجه هسيبها زي ما هي سليمه، تمام؟ فزي ما تشوفي بقى انت، شوفي هتستخدميها في ايه ونعمله شوية بس كده كمان، هديها سنة ملح بسيطة قوي، رشة بسيطة كده ملح وادوبه، بيظهر النكهة بتاعت الأكل، تمام كده. هنزل بقى هنا فراولة واخليها تستوي مع السكر، هتنزل ميتها طبعا برضو. دي تقعد لها على النار تغلي قد ايه بعد الغليان؟ ممكن ربع ساعة بالكتير، بالكتير مش اكتر من كده، يعني مش زي ما بنسيبها كده مدة طويلة لغاية ما يقعد هو خلاص. انا سويت العسل شوية، نزلت الفاكهة عشان احتفظ بقوامها، اسوي بقى الايه الفاكهة دي، تقعد لها تستوي قد ايه؟ حوالي ربع ساعة كفاية جدا. قبل ما اشيلها من على النار هروح حاطه الايه؟ هروح حاطه الجيلي. هنا الفراوله قربت اهي، هحط لها، حاسه ان هي استوت خلاص، بس استوت قوي، هحط لها بقى ايه؟ باكل الجيلي ونقلب. المانجا شويه عشان خضره فلسه عليها شويه. ما انا بقول لك اسرع مربات، يعني ممكن بكره مش عارفه تعملي سندوتشات ايه، عندك اي فاكهه قومي اعملي لك كوبايتين مربى بس. من السكريه خدي حبه السكر سويهم على النار وادلقي فيهم اي فاكهه، ان شاء الله يكون عنب، اي فاكهه عندك ايه عليها، وقلبي مع عصير الليمونه وسيبيها شويه تغلي على النار، سوي الفاكهه وحطي حبه الجيلي وخلاص، بالنسبه لكم كله بقى لو انت تعملي حبه صغيرين بس. سهله سهله سهله. وطبعا مش هحطه برضه في بطرمان غير لما يبرد. هجيب بوله كلها كناشها فيهاش ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه الهاند بلندر اهو، انا حباها تبقى بوريه مع الجيلي والكلام ده هتبقى ممتازه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى تطرطشي، زعل منك قوي. هي بقى لسه هتجمد بقى تمسك نفسها. انا مسويه العسل وفيها جيلي، كل الكلام ده هيمسك معانا. ونحط بقى في الايه؟ في البطرمانات كبشه بقى ولا حاجه. بسم الله. في التلاجه بقى ماشي.